زي ما بنسلط الضوء على المواهب داخل قطاعات الناشئين وايضا على المديرين الفنيين والاداريين، ايضا التحكيم عنصر مهم جدا. عشان كده النهارده معايا ضيفي كابتن ايمن دجيشي اللي هيكلمنا النهارده عن حكام مباراه القمه بين شباب الاهلي وشباب الزمالك. كابتن ايمن شرفنا منورنا. يا ربنا يخليك يا كابتن اسامه، بتشرف بيك دايما يعني. شايف التجربه ازاي كابتن ايمن، خاصه ان احنا برضو زي ما بنقول بنسلط الضوء على المواهب، على اداريين، على مديرين فنيين، ايضا على عنصر التحكيم. نفس زي ما قلنا على اللاعبين يا كابتن اسامه، وقلنا السنه اللي فاتت يمكن انت كنت سباق بالتجربه من العام الماضي، حاجه كويسه جدا الحكم معروف يعرف ان هو بيتشاف وبيتقيم وهو في سن صغير، بيبتدي يتعود برضو ان هو لما يجي يطلع يلعب حتى لو هو حكم درجه اولى وبتاع بيبتدي يطلع ياخد باله ان هو في ناس شايفاه بتقيمه، بيبتدي يقيم نفسه. الحقيقه النهارده يعني شفنا طقم حاجه محترمه، يعني محمد نهاد محجوب واحمد زيدان واحمد عبد المنعم. الحقيقه طقم يمكن يا كابتن اسامه يعني عموما ما حسناش بيه يعني يعني ادى اداء كويس، كان هادي ما شاء الله يعني، والحالات هتبين لنا باذن الله يعني. عجبني النهارده في مجمل المباراه كابتن محمد نهاد هدوءه. انا جبت لك قلت لك الحاجه اللي هي باينه عنده قوي، هدوءه في القرارات. الماتش هادي، الماتش ماشي، حتى كان في روح رياضيه بين الفرقتين طول المباراه يعني، يمكن في الاخر شويه كام لعبه حصل بينهم شده كده وهنقول سببها ايه. انما هو كان هدوء، ده ساعد المباراه تمشي بصوره طيبه جدا. كابتن محمد نهاد حكم درجه اولى، حكم درجه اولى من 2012، من الحكام اللي هي يعني على وشك ان هو يلعبوا في الدوري الممتاز، حكم بيلعب في الممتاز بيه، يمكن لعب حكم رابع في الدوري الممتاز. الحقيقه النهارده عجبني جدا، يمكن شفته قبل كده، يمكن مستواه عالي ما شاء الله في تزايد. والحكم دايما يا كابتن اسامه اللي هو مستواه بيعلى من فتره للتانيه، ده بيبقى مبشر يعني مؤشر كويس للحكم يعني. تمام، ان هو مستواه يزيد من وقت للتاني يعني. طيب حالاتك بقى، حالاتك هنبتدي الحالات مع بعض كده. عندنا الحاله الاولى هنبتدي يمكن هنا في ركله حره ومحمد نهاد ومشى اللعب طبعا، لان فينا ممكن الشوط الاول يعني هنا ادى اتاحت فرصه، ادى اتاحت فرصه نجيب الصوره على اللاعب. ايوه هنا في اللاعب هنا قدامه السكه اهي فاضيه، فسمح السكه فاضيه قدامنا اهي، فسمح ان هو اللعب يستمر وانا مع محمد يعني. تمام، لو كانت اللعبه هتستحق من وجهه نظره طبعا، لان هو كان قريب جدا وهو لو كانت تستحق انذار يبقى اللعبه بتكمل وبعد كده برجع اديله الانذار. لو كانت اللعبه تستحق الانذار يعني. تمام، هو كان قريب منها وكان قدامها يعني، يمكن هو شاف ان هي ما تستحقش وان هي ممكن تكون اقصى درجات عندنا الاهمال 3 درجات، فده يمكن اقصى درجات الاهمال. تمام، ما وصلش مرحله التطور فاستمر اللعب يعني. الحاله اللي بعديها هنروح للحاله الثانيه، هنرجع من الاول بس الحاله بتاعت هدف الاهلي برده، تمركز المساعد طبعا في تركيز هنا، لاعب الزمالك بيلعب وبعدين الحارس وبعدين بتيجي لاعب الاهلي وبعدين بترجع اهو اللعيب هنا كان في موقف سليم محمد فخر عمل التمرير يعني. نرجع تاني بس نرجع من اولها، ذكروني اهي الحارس محمد فخر راح ضغط ورجع تاني ما بقاش اوف سايد بالظبط صح كده. وهنا بقى هنا لعب حتى اللعيب ده يا كابتن اسامه برضه نشرح، لو اللعيب ده رجع لي تاني ولاعب الزمالك بيلعب حتى اللعيب ده لو كان متسلل يعني هو لو في اللقطه دي متسلل من خلاص هو لعيب الزمالك بيلعب فما فيش تسلل يعني حتى لو اللاعب كان في موقف تسلل يعني اللاعب لو في موقف تسلل فهنا انا شايف في تركيز كويس من احمد عبد المنعم ان حتى اللاعب لان ما عندناش زاويه من ورا المساعد حتى لو افترضنا ان اللاعب الاهلي ده في موقف تسلل لكن هو تركيز منه ان اللاعب لاعب الزمالك يعني. تمام، وانا بحييه على اللعبه دي طبعا. احمد عبد المنعم يمكن هما الاثنين كويسين، بس احمد عبد المنعم كان عنده شغل كبير في تعاون. بص حكم جريء بيديك جراءه يعني، حكم ممكن ان هو يبقى ليه دور كبير في الفتره الجايه في الدوري الممتاز. عنده ما بيحسب على طول يعني، الحكم اللي بيحسب وبيساعد الحكم ده بيساعد ان الصوره تطلع حلوه اللي احنا شفناها النهارده لما يكون معاه مساعد زي كده يعني. تمام، الحاله الثالثه، الحاله اللي بعديها عجبني اوزان الحكام برضه يا كمان طبعا بيتمرنوا طبعا ما شاء الله اكيد بقى في تمارين دلوقتي وما شاء الله يعني بيهتموا في وزن على طول للحكام. هنرجع للحاله دي عايزين نقول برضو كابتن اسامه ان هنشوف بس اللعبه دي طبعا. هنا المساعد احمد زيدان من وجهه نظره يعني كان المفروض، انا كنت اتمنى من احمد زيدان هنا يحسب ركله حره لصالح الزمالك، لان شايف ان في خطا من لاعب الاهلي اهو الكره في هو راح على جسمه بس مش على الكوره، هو راح على الجسم، الكره في اليمين خالص في رجل لاعب الزمالك ناحيه اليمين اهي، مفيش لعب على الكوره يعني مفيش تنافس على الكوره، هو راح على الجسم. كنت اتمنى هنا احمد زيدان يشير بركله حره يعني لصالح نادي الزمالك. طيب الحاله اللي بعديها، الحالة اللي بعديها دي كانت في الشوط الثاني تاني
برضه هنا بص في تنافس عادي استمر اللعب، وبعد كده المساعد بص المساعد بص رفع رفع ايه بقى؟ نرجع تاني الاولانيه ما اداش، هنمشي بيها في الاول، هنمشي واحده واحده ضروري، هنمشي هو هنا تنافس عادي مفيش حاجه، اللعيب اترمى بص بص هنا المساعد الروعه بتاعته ان هو بيلعب على الكوره، ان هو بيلعب على الكوره ولاعيب الزمالك بيرمي نفسه. هنيجي للثانيه هنا في قطع، هنا بص نقل الرايه، بص هات لي نقل الرايه، نقل ايده الشمال لان هو هيحسب هنا لصالح الاهلي، نقل مع حسن يعني نقل الرايه ويعني بيتعامل مع الرايه بصوره طيبه جدا وحسب ركله حره لصالح المدرب. هنروح للعبه في الدقيقه يمكن اللعبه دي بس يمكن هنا في تسلل تسلل كان راجع من التسلل كان راجع من التسلل يمكن هنروح ليها راجع من التسلل ابص اقف لي هنا عند اللعبه وهي بتطلع لا هو هو واقف في التسلل خلاص اخر لعيب بالاهلي هو 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 الاقرب لخط المرمى لعيب الزمالك العب هو صبر المساعد حامل الواقف مظبوطه وصبر بص صبر لما يلعب شوف هو هيلعب ولا مش لو ما لعبش خلاص اللعبه هيستمر ولما لقاش ترك ولعب الكوره فاشار على التسلل وده حاجه كويسه جدا من احمد عبد المنعم. هنروح للعبه اللي بعديها يمكن انا اختلف بس مع محمد نهاد في الكوره ديت انا كنت اتمنى نرجع ليها تاني خلاص هنا 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 خلاص انت مرجع لعيب الاهلي هنا مرجع ولا كان عايز ياخد لنفسه كره ما خدمتوش؟ لا لا هو رجع هو بص الكره هي مرجع بص هو 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 بيحرسها ارجع لي تاني باللعبه دي ارجع لي تاني يا كابتن اسامه مع بعض هنشوفها بص هو رجع اهو تمام هو هنا بيحرسها لغايه لما الجون يمسك بص يعني انا شايف اللعبه دي كانت تبقى ركله حره غير مباشره لان هو هنا رجع من مدافع الاهلي الحارس الحارس مصطفى شوبير فكان المفروض ركله حره غير مباشره. نروح اللعبه الثانيه طبعا هنا ركله حره للزمالك وانذار مستحق شايف في تهور هنا من اللعيب فارس طارق اهو هو اللعيب استلمه وهو دخل هنا بص على رجله على طول انذار مستحق وبص بقى بص اقف لي كده اقف تقريبا اللقطه بص محمد نهاد محجوب كان فين؟ كان قريب من اللعبه قريب من اللعبه وده اللي خلاه يجي يدي القرار الفني والقرار الاداري يعني ان هو شايف الاشتراك كان عامل ازاي طبعا هو فيها تقبل لاعب النادي الاهلي حتى بالانذار لان فيها, فيها التطور موجود يا كابتن اسامه يعني التطور هو اللعيب على رجله بالظبط كده. هنروح للعبه اللي بعديها الاعلان طبعا اللعيب هنا وقف وقف هنا هنا وقف جزء من الثانيه على الكوره بص يا كابتن اسامه اللعبه ديت طبقا للقانون ماده 12 احنا عايزين نقول ايه احترام المنافس يعني احترام مش مستحبه ليه بقى؟ حتى لسلامه اللعيب نفسه انا النهارده كلاعب هو لو وقف على الكوره وانا جيت شط الكوره كلاعب لعيب الزمالك جه شط الكوره من تحت ممكن يعمل له هو ذات نفسه اصابه لا يعني دي في القانون احترام النهارده واحد وقف على كرة هي احترام المنافس انت بتحترمه واحترام اللعبه لكن هل موجوده في قانون في الماده 12 الماده 12 احترام احترام المنافس واحتمال احترام اللعبه دي بتعمل ايه؟ دي بتعمل ان انت يعني بتستهين شويه بالمنافس وفي نفس الوقت يا كابتن اسامه اللعيب بتاع الاهلي حط لو انت وقفت على الكوره لو انا جيت انا هلعب انا دلوقتي في تنافس على الكوره انا لو جيت شط الكوره وانت واقف عليها ممكن تعمل لك اصابه جامده يعني فانا كنت اتمنى ان هو يحسب ركله حره ويدي للاعيب انذار ولكن السلوك الثاني ما كانش مظبوط طبعا هو احتسب اللي احتسب اللي ما احتسبهاش عجبني احتواءه احتوى وكمان ما هنجيبها هنمشي لقطه احتوى وكمان من اللاعبين وعجبني جدا المساعد بص المساعد احمد عبد المنعم يمكن ما جاش المساعد الاول احمد زيدان جه احمد عبد المنعم هو كان الاقرب يا كابتن اسامه يعني هو كان في نص الملعب واقف عند خط المنتصف كان احمد عبد المنعم بيشوف الجهاز وبيبقى وشه بيشوف اللعيبه كلها هو جه لانه ما عندوش حاجه هناك في النص الثاني من الملعب فهو جه هنا ودخل لما لقى فيه شباك فخلصوا دي يمكن اللقطه الوحيده اللي هي كان طول المباراه كان في روح رياضيه يمكن حصلت بسبب اللعبه دي عشان انا بقول لك اتمنى ان هي الحكم يتعامل مع اللعبه دي ان عندنا برضه كابتن اسامه احنا عندنا هنا ما بنتقبلش خلينا نتكلم بواقع بتبقى صعبه عندنا اللعبه ديت يعني لا بس انا عجبني بغض النظر عن اللقطه الاخيره بعد اللعيبه اهو والمساعد يعني دخل الروح بين اللاعبين لما كان في واحد بيتعور واللعيبه بتطلع الكوره هو طول المباراه في روح رياضيه دي اللقطه الاخيره الاحمر هنرجع بقى اللقطه ونشوفها بص اهو اتلعبت الحارس رايح يلعب خلاص بالظبط هنا ارتكب دخل معاه اللي هو المهاجم في احتكاك في الكوره طبعا دخل احتك بيه وهو يستحق الانذار يستحق اللي هو كان عنده انذار ثاني قبل كده كان خد انذار في المشكله اللي قبل كده اللي حصل في اللعبه اللي قبليها كان خد انذار هو لاعب الزمالك فخد الانذار الثاني هو طبعا هنا برده خلص المشكله
وبعدين قام مديله الانذار الثاني والطرد المستحق يعني، لان هو كان عنده انذار، لان هو هنا اشترك مع حارس المرمى منعه يلعب واشترك معاه يعني. يعني انت راضي عن اعراض النهارده عن الكابتن محمد نهاد وكابتن احمد زيدان وكابتن احمد عماد؟ هو النهارده بصراحه ادوا اداء متميز النهارده، ودي طفره في منطقه القاهره بقى لها 5 سنين. كابتن توفيق السيده كابتن اسامه الحقيقه الاستقرار في منطقه القاهره، ومتابع كابتن توفيق شغل كويس بيتعمل للحكام في التدريبات، وكابتن يعني توفيق والناس المجموعه اللي معاه في منطقه القاهره في استقرار، ففي مجموعه كبيره طالعه في منطقه القاهره بيأدوا اداء كويس يعني، بنشكرهم عليه يعني. تمام كابتن ايمن، شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك، اتشرف بيك دايما يا كابتن اسامه. بكده وصلنا لنهايه ملعب الاشبال. ألف مبروك لشباب النادي الأهلي، تصدره لجدول المسابقة ووصول للنقطة 47. ألف مبروك للكابتن عمرو أنور، ما شاء الله بصمته واضحة على فريق شباب النادي الأهلي. يعني إن شاء الله يعني نلتقي قريبا في ملعب جديد من ملعب الأشبال. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.